زي ما فهمتكم. راقبوني كيف شفعل، لأن هذه العملية تعتمد على السرعة. يعني سرعة والله إذا ما كنت أعرف ويشمتوا باخ ويبهدلوا باخ ويحبسوك. أنا معناش لطاش تمكنني هذا الخبر. أنا موتور إبليس أشغب الدنيا وأخبص الكل تخبيص. عاد تنفذ الذي كلمتكم فيه ولا أخبصكم ذلك تخبيص؟ لا تخبص ولا، إحنا مستعدين لأي شيء تشتيه. وذي تقول نفعله نفعله ولو نجري الجن. يلا زي ما فهمتكم، تراقبوني كيف شفعل لأنكم عاد تنفذوا الذي شفتوه. مفهوم؟ مفهوم. ستة وسبعين ستة وسبعين الفلوس ها؟ وين صارت؟ وين جاء متر بليس؟ ولا عد لا أثر. زبل اسمعوا، احنا الان هنستخدم خطة جديدة، خطة اثنين اثنين واحد. اثنين اثنين واحد؟ ما هو اثنين اثنين واحد؟ ما دراني، قد احنا على دبيب الغاز قالوا ماشي. صورتكم تشتي تلتبجوا ما؟ لا لا لا، احنا معاك وفاهمين كل شيء، لكن فهمنا كيف اثنين اثنين واحد بس. طيب افهمكم، شوف السراب هذا ماسك في اليد بزمة فلوس، يعني عنضرب عمليتي في آن واحد، يعني لو يروح من جهة اليمين للسراب، توتو من جهة الشمال للسراب، ولما اعطيكم اشارة الانطلاق تنطلقوا زي البرق، كل واحد ياخذ الفلوس اللي قدامه، واثناء الانطلاق عينك انت وهو على الفلوس بس، ولا تشوفوا حاجة غير الفلوس. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. وانت عتكون يا مطر ابليس؟ انا بصير هناك وعينكم لا عندي، وعندما اعطيكم اشارة تنطلقوا زي البرق. مفهوم؟ 177 177. واحد اثنين انطلقوا. نشوف حاجة غير الفلوس. مطر إبليس، هذا عمل إبليس، فعلة إبليس. قد إحنا على دبب الغاز أخراج قلتوا ماشي. أدخلتوا صراحة يا لطش هولا تعبوني. جعل لهم قنبلة. تلومني فيهم يا مطر إبليس؟ أبدا والله ما لهم. الحين إيش رأيك يا مطر إبليس؟ إيش العمل؟ نجلس هكذا عاطلين بدون عمل؟ ايوه نجلس عاطلين لو ما تباخر وبعد اسه. ايوه وانا لما يطلع لي ضرس بدل ديك تسهل هيدا سهل يا شباب. الخطه الجايه مضمونه، خطه 3 3 4. هيا ناهي خطط لك خطاط. يخطط لو اشتغل من الكشاف انه اخرج له يخطط له وما يشبع. اسكتوا جعل لكم قنبلة. ها يا مطر إبليس، ما هي الخطة؟ هذه الخطة تشتي قلوب قاسية، زنود واكية، وامور راسية. هيا انا يكتلب لي مطر إبليس علي بن زايد. اسكت جعل لك قنبلة، خلينا نستفيد. هيا استفد لك انت، ادي عادك سلام. كمل يا مطر إبليس. الجنابي، نوجه قدرتنا وخبرتنا لسرقة الجنابي. ايوه على سبل واحد لم تسق مننا
يطعنوك بالجنبية اللي سرقها. يا جماعة الخير، قد احنا على دبيب الغاز اخرج لنا. اسكت جعل لك قنبلة، ما معاكم غير اللقانة. اي بلا ترى بلا، تصدق يا متر ابليس والله انها خطة جديدة، ونركز على الجنابية المكلفة، والله انك داهية. اي بلا ترى بلا. نسيت اننا متر ابليس اشعبك الدنيا وخبط الكل تحفيز على دمار روزنا. زي ما فهمتكم كل واحد منكم مش غلط والثاني شو الجنبية ثمينة. أنا شاكون قفاكم الذي عيناه لي عاد جرها منه. مفهوم مفهوم مفهوم. مش تخليني لما قد أنا بلعش لك ما تشتبزها مني. تعال علمني. أنتم خليكم حذرهم بس. يلا هي. السلام عليكم يا عالخليل. السلام ورحمة الله. مستي يا أخي جنبي مكلفة قوي قوي. تبقى حاليا؟ أيوة. ها؟ سلام يا أخي، لا عشي واحد أحسن منها. أحلى من هذا؟ أيوة. ها؟ يا اخي يا اخي اشي جنبي احسن منها. هذا جنبي اشتهي يا اخي ما عجبتني. اشي جنبي مكلفه. ما فعل هذا؟ هذا بيشيل جنبي. هذا رص ضغطه. هاي اكتشفنا الهرب. وهذا عين عسل ما جنبي يا رب. مالك مالك اي حب زي جنبي. مالك يا اخي اخي احنا ما سرقها. ما عيب 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 يا اخي عيب. بعد اثنين واحد يشغل الرجال والثاني يندع. يا بنزل ملك اسم بنزل. لا قسم وراشي لا قسم وراشي. احنا نشل حقنا بايدينا. يخليهم يحرموا لبس الجنابي. جاهز يلا. لكسني لكسني. حدبكم قنبلة جعل لكم قنبلة. فعلوا بنادي ما فعلوا في معتقلات التعذيب. قد قلت لكم قد كنا على دباب الغاز. قلتوا ماشي أخذتوا ما معكم إلا اللقانة. نوعد لك وجه تخبر وانت سبب كل ده في ذي بوقع لنا. عيش هو السبب. بالله ترى بالله. ايوه لو جاب الزل جنبين مني يا معشرت له ما فعلوا بنادي فعلوا. يا راسي يا راسي خليكم الزل جنبين منه. لا تحاول تصب كله بحالك تقل مبضوعه يا نبوت. لا 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 احنا بصراحه لازم نبحث لنا عن خطه جديده. يا جماعه الخير احنا بشر ولحم ودم. هم لقونا حق تجارب. عصا جعل لكم قنبلة. احنا بندور مصلحتكم. هذه المرة بنستخدم خطة
4-4-2. اي بالله زر بالله، يعني كيف؟ كيف يعني؟ يعني انا سرق البيوت. هذا الخبر مش عبين. يا جماعة الخير، قد احنا على دبيب الغاز اخراج، قلتوا ماشيين. بالله زر بالله. اسرعوا يا بلدة بسرعة. اسرعوا يا بلدة، ما يفعل بكم واحد انتم؟ ما هو بسرعة بسرعة، ما لكم خايفين؟ اسمعوا، انا عاد انباع وانتم تنبعوا بعدي، تمام؟ يلا. انزلوا يا بلدة. حكم القوي على الضعيف. يما بلده بلده. اشوي كنا على دبيب الغاز احسن. بين اقول لكم بسرعه يا عم تلفز، ما نفتش على احد نادل. بين اقول لكم انا راقبت البيت يوم كامل واكتشفت انه اصحاب البيت ما حلهمش. يلا بسرعه بسرعه يا بلده. يا خبر كان عليكم. خلاص ادخلوا انا اشرح بعد كل. Yeah.